هنأ رئيس اللجنة المعنية ببرنامج تقييم السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، هنأ الجهات الحكومية التي حصلت على تصنيف الفئة الذهبية ضمن البرنامج، وقال إن الدعم الذي يوليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء قد أسهم في تسريع تطبيق المفاهيم الحديثة في العمل الحكومي، مؤكدا على أن برنامج تقييم قد ساهم في إحداث تحول رئيسي في الثقافة السائدة بالقطاع العام، حيث أن قرار سموه بتشكيل لجنة مختصة بتقييم مراكز الخدمة الحكومية قد جاء ضمن رؤية واضحة تهدف إلى دعم الإبداع والتفوق بما يسهم في رفع كفاءة وفعالية الخدمات ومراكز تقديم الخدمات الحكومية وتطويرها بما يحقق رضا جمهور العملاء من المواطنين والمقيمين، مشيرا إلى جهود أعضاء اللجنة وفرق التقييم والفريق الإداري في المساهمة في تهيئة وتطوير المراكز الحكومية وفق المعايير الدولية عبر عقد عشرات الورش وتدريب مئات الموظفين من أكثر من 19 جهة حكومية وتقييم 89 مركزا لتقديم الخدمات، إلى جانب إعداد دليل مراكز الخدمات الحكومية الذي تم اعتماده من قبل اللجنة التنسيقية والذي يعتبر بمثابة خارطة طريق للتحول إلى حكومة سباقة ومبتكرة وذكية. هذه المبادرة الحضارية التي تهدف إلى زيادة التنافسية ما بين الوزارات والمراكز الحكومية إلى تقديم أفضل الخدمات إلى المواطن وإلى المقيم. هذه التنافسية هي اللي بتحسن الخدمات وهي التنفيذ إلى قرار مجلس الوزراء الموقر برئاسة سيدي صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر إلى تقديم أفضل هذه الخدمات وتنويعها وتسهيل الحصول عليها إلى كل المواطنين والمقيمين. لجنة تقييم المراكز الحكومية التي شكلت من قبل سمو ولي العهد كان الغرض منها هو أن يتم رفع مستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين بكل المراكز الحكومية وتجويدها، وطبعا بحسب المعايير التي وضعت. في عدة اشتراطات كانت موجودة وإحنا الحمد لله كنا بادين فيها وكانت موجودة عندنا سابقا، ولكن مع وجود هذه اللجنة خلتنا يعني شوي نتميز، فحبينا نقدم شيء أمور أفضل.